مساء الخير عليكم، حلقة جديدة وموسم جديد من ترند اخبار الفن والفنانين، واللي كل المهووسين اللي بيحبوا يشوفوا كل جديد هيلاقوه معانا هنا. وخلوني في الاول اقول لك ازيك يا محمد. ازيك يا اخبارك ايه؟ انا متشكره جدا ان انت طبعا استضفتني هنا معاك في الموسم الجديد. لا انت بعد معانا على طول اللي قبل كده كسر الدنيا. احنا مع بعض في موسم جديد وان شاء الله تكسري الدنيا فيه. ورايك ايه بقى في الترندات اللي من دول؟ الترندات اني ترندات فيهم بالظبط؟ بتاعت الجواز ولا بتاعت الطلاق ولا بتاعت المايوهات ولا بتاعت ايه؟ لا كل الترندات. يعني هو دلوقتي اي حد عاوز يعمل اي حاجه فيعمل ترند. واحده عاوزه تتطلق فتعمل ترند، واحده عاوزه تتجوز فتعمل ترند، واحده عاوزه يعني الاضواء مختفيه عنها شويه عايزه تطبخ فتطلع لنا بالمايوه. وعلى فكره المايوه اللي هي طلعت بيه النهارده كان حلو قوي صح. انا مش ضد المايوهات. طيب بما انك انت ابتديت بالمايوه ما تيجي تقول لنا حكايه المايوه. يعني منى فضالي كانت طالعه بمايوه كده شكله لطيف، بس انت تفتكري المايوه ده هي كانت طالعه علشان هي بقالها كتير ما بتشتغلش، ولا يعني هي يعني كانت على البحر بتصور نفسها؟ شفت سوء الظن بالبنت. اولا منى فضالي عندها مسلسل هيتعرض الجزء الثاني بتاعته اللي هو بوابات ابليس، فاحنا يعني هي ما حدش اتفرج على الجزء الاولاني. طيب يعني بس يمكن اتفرج على الجزء الثاني. طيب يعني هي طالعه محبه للحياه بتطلع بالمايونيت وعامله طيب. بس ايه رايك في التطول على ظهرها؟ طب هل احنا كجمهور ينفع ان احنا نقعد نشتم في الفنان ونقعد نقول عليه كلام بالضبط. على فكره التعليقات على فكره كانت فيها شيء من العنصريه الكبير قوي. واحده ايا كان هي دي صفحتها الشخصيه بالظبط، تحط مايوه تحط مش مايوه تلبس ما تلبس دي براحتها، ده حقيقي. لكن الفكره كلها ان الناس قاعدين يشتموا فيها شتايم غريبه الشكل ومؤلهين نفسهم. يعني انا الاله يا عم، لا حضرتك مش الاله ولا فكره بالظبط، ربنا هو اللي بيحاسبنا. ولا حد دخلها نار. والجميل بصراحه في الاخر رد منى فضالي بعد ساعات من وقعه المايو الساخن اللي كان على البحر، مع ان انا نفسي شفت ان هو ما فيهوش حاجه، ولكن طلعت النهارده بمايو اكتر من الاولاني. لا منى فضالي خلي بالك بس هي سكر دماغها يعني. لا استنوا مايوهات كتيره لمنى فضالي. انا بس عايزه الاناناس اللي كانت هي فين هي فين هي فين كانت فين؟ غالبا في الساحل الشمالي. بدأ لا بتهيألي هي في الجونة او في الغردقة. لا في كتير في الساحل الشمالي والله. بس في الساحل بيبدا في اخر ست. انت عشان محمد طلع يعني في الجونه فانت شيء او لا هو الناس دلوقتي بتروح الجونه شرم الحاجات اللي هي لغايه اول سبعه نروح بقى الساحل. بس خلي بالك الساحل دلوقتي كمان غالي جدا والناس هتبقى الامور. انت رايك في المدينه العالمين الجديده؟ لا انا طبعا تحفه رائعه والحفلات اللي بتعمل فيها حلوه قوي. بس انا عندي كومنت صغير على مساحه المسرح. مساحه المسرح صغير، السنه اللي فاتت كانت معموله حفله عمرو دياب بس كنا مجمعين بعض قوي، يعني احنا كان عندنا ارض فاضيه فنبحبحوا. ما خلي بالك لا ده بيتعمل مسارح كبيره في المدينه. مسارح بس لسه بتبني، يمكن ده اللي خلص. هي لسه بتبني. هي لسه المدينه بتبني رائعه بجد. يعني من مارينا 7 لغايه تقريبا هاسياندا هي دي مدينه العالمين الجديد المرحله الاولى. حاجه هتبقى هي لعبه. طب قولي لي محمد صلاح بقى بيعمل ايه في الجونه؟ محمد صلاح في الغردقه صلوحه يا مو يا صلاح يا قمر، وانت طالع وحاطط الترند اللي عمل كام مليون في اقل من كام ساعه. هو ده احلى دعايه للسياحه، وهو ده احلى دعايه لمصر علشان خاطر نحط اسم مصر. هو بس حط اي لاف ايجيبت، ما عملش اكتر من كده، والترند كسر الدنيا. لا وكمان الصوره دي فيها يعني لو دفعت فلوس من هنا لبكره عشان تعمل دعايه للسياحه مش هتعمل ده اكتر منها. الصفحه الرسميه كمان لدوري ابطال اوروبا حطت صوره ليفربول حط صوره وصفحه. يعني لا ده الموضوع كبير قوي طبعا. صلاح ده قيمه كبيره وربنا يهدي الناس ويسيبوه في حلو. بس انا عايزه اعرف منك حاجه، تحكي لي عن عوضي اخباره ايه؟ لا هو دلوقتي عوضي انا اللي انا حاسه عوضي جات له فرصه عمر. يعني في الاخر انت لما تجيبي عوضي بنجوميته بجمهوره قد كده، لما تجيبي ياسمين عبد العزيز ياسمين لا ما احنا بنتكلم ما هي ياسمين عبد العزيز فوق. عوضي يا دوب لسه بيقول يا هادي. عوضي قبل ما يتجوز ياسمين عبد العزيز كان بياخد ادوار صغيره و ربنا كرمه يا ما ربنا كرمه عشان هو اتجوز ياسمين عبد العزيز يا اخي سبب وهي عملت له انفول وخلاص. هي قالت انا يعني خلاص خلصانه. طب انت موافق على الانفول يعني الناس تعمل؟ لا انا لا لو هي يعني عاوزه انت تزعل من صحابك تعمل انفول؟ لا لو هي عاوزه تطلق تطلق، انا افرض هي مش حابه ان هي تكمل معايا انا تمام. طب هو ليه الناس لما بتتطلق او بتتخانق او بيزعلوا من بعض بيعملوا انفول؟ انا صراحه الحركه دي ما بفهمهاش. انفول علشان خلاص انا مش هشوفك، انا هعمل لك انفول. يعني هي خلاص هي واضح وهو طبعا قاعد بقى انت حب عمري وانت حب قلبي. يا عم هي خلاص هي قالت لك
باي باي حبيبي باي باي. فالموضوع انت معايا في الجاي. في الموضوع فيما يبدو ان هي خلاص، هي ياسمين عبد العزيز خدت قرار ان انت مش في حياتي الفتره الجايه، خصوصا حتى لما هو نزل ان انت حبيبتي وقلبي وعمري وروحي ما ردتش عليه، رغم ان لما اخوها نزل انت اختي وانت حبيبتي قالت له اتنيل يا موكوس ده انت بعت اختك بعربيه مرسيدس، فردت على اخوها بعد اقل من ساعه، لكن العوضي قال لها حبي وقلبي وعمري، قلت له باي باي يا بابا، ولا ردت عليه ولا هترد عليه. العوضي خسر اكبر خساره في حياته. بس مفيش حاجه مضمونه، مواضيع الجواز دي مش مضمونه خالص. ما انت عارف يا محمد خسر خساره ان هو العوضي كان هيتحط في نجوميه كبيره، يعني السنه فاتت في اللي ملوش كبير اتحط في البنرات، هو الاول يعني انت عمرك شفتيه في اي بنر كان لا. تحت لا طبعا، بس بص هو دايما في اسباب. انت شكلك عندك حاجه ومش عايز تقولها لنا. لا خلاص هي هقول لك ليه. انت ليه مغلط العوض؟ انا ما اعرفش انا ما اعرفش الموضوع، بس هي مش حابه تكمل معايا، ده اللي هي عملته. انا ليه بالظاهر؟ طب الراجل بيقول لها انا بحبك وانت حبيبتي وانا مقدر اللي انت عملتيه ده، من الاخر يعني شغل ستات، وهي ما ردتش عليه وكانك واحده من اخواتي، وان هي اتصرفت مش كياسمين النجمه، اتصرفت كياسمين الانسانه بعفويه وتلقائيه، يعني مما معناه انت عملتي منفول وحطيتي صور وانا يا ستي شايل ومقدر وما ردتش، وهي في الاخر ما ردتش عليه. شكلك مش موافق على الجواز، شكل بقى وحش قوي. ياسمين عبد العزيز محمد هو هساندك جدا جدا في موضوع الطلاق. لا على فكره هي الفكره كلها ان هو خلاص، يعني انت لما تلاقي سلام يعني مش مشكله، وابدا بقى من الاول واجتهد وحاول تشوف نفسك. طب عايزين بس قبل ما نقفل فقره ياسمين قولي اخبار وائل معاك ايه؟ راضي عنه؟ لا وائل يعني انا وائل على المستوى الشخصي هو صاحبي، لكن هو علاقته باخته انا مش عارف اتدخل فيها، لكن دايما اخته يعني مدياله كده بشكل غريب شويه، بس هو وائل يعني انا بشوفه يعني هي بتقول له بعتيني بعربيه مرسيدس، فاحنا عاوزين نعرف بقى من ياسمين العربيه دي مين جابها له؟ لا مين جابها له؟ اكيد فيها حاجه حلوه يعني. أيوة. او فيها طعم الحلاوه. ايوه مش عارف. طيب ياسمين صبري بتنافس احمد ابو هشيمه، وفيها ايه الست لما تنافس احمد ابو هشيمه وتعمل حديد ياسمين؟ لا دي ياسمين تعمل برفيوم، لا يعني تعمل كده يعني مثلا كنافه ياسمين، مانجه ياسمين، انما حديد ياسمين على كل الست. هي ياسمين الحقيقه لا كذبت الخبر ولا نفيته، ثابت اللي يتكلم رغم ان هم طلعوا ان هي عامله استثمار 850 مليون جنيه و10000 عامل، والموضوع كان كبير قوي، ولكن طلع رئيس مدينه الصلاحيه الجديده وقال لك ما حصلش، وبكده نفى الخبر في عم لا حديد ياسمين ولا كنافه ياسمين ولا حتى شايب الياسمين. طيب هروح بقى الخبر كمان انا انا انا, أنا حضرته انت ما حضرتوش، اللي هو مسرحيه كاتب في شهر العسل، دي كانت امبارح في اكاديميه الفنون، كان مشروع تخرج طلاب الفرقه الثالثه اشكي يوسف ورفيق ايوب، وكان معاهم محمد بطوطي، ده يعني ممثل بس عجبني قوي، ده فرقه اشرف عبد الباقي الجديده. انا اصلا اول ما دخل بطوطي وقال الافيهات كده والحركات بتاعته وعمل نطه كده، هو تخين كده ومكلبز وقمر كده في نفسه وعمل جامب كده ونط النطه، انا مت على نفسي من الضحك. فالحقيقه عرض مسرحي كان هايل جدا باشراف دكتور مدحت الشافعي وحضور دكتوره سميره محسن وحضور ناس لطيفه جدا انا استمتعت بيهم. لا الشباب فنون مسرحيه جامدين، عندنا واعدين ونقول ان في مستقبل مصر كبير، ودايما مصر ولاده محمد بتطلع علينا دايما المواهب، ولكن احنا عندنا بس اشكاليه صغيره ان كل واحد يخليه في حتته، يعني اللي بيغني يغني، اللي يمثل يمثل. خلي بالك هم فنون مسرحيه دول هم اللي في بطاقتهم مكتوب ممثل او ممثله بالظبط، هم دول المفروض يمثلوا. بس هم ما بيمثلوش يعني هم بيقعدوا يا عيني يشتغلوا ما بيعملوش ترندات. لا يعني هم ممثلين جامدين بس ما بياخدوش فلوسهم. ايوه امشي دين اكبر، غرفه احمر، انتوا بتسيبوا
انت رايك ايه في الجزء اللي انا وريته لك في العرض؟ رائع بجد، رائع بموهبه حقيقيه حقيقيه، ناس مجتهده بتشتغل على نفسها. شفتي اشكي لما كانت بتزعق بتقول له يلا يلا انا بحب قوي يلا يلا. حلوه حلوه، عارفه اشكي لو طلعت عامله ترند يلا يلا دي هتكسر الدنيا. هي هتعمل كده. انا بس مشكلتي محمد في الناس اللي بتطلع حلو قوي وبتطلع كلام غريب قوي قوي زي شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب حد من المعجبين بتوعها على الانستجرام دخل قال لها ايه انا عايز طالب ايد بنتي. طيب قولي له لا، ولكن شيرين دخلت قالت له انت كده بتتكلم في السياده في السياسه وشكلي حميد بايدي عليه، ويا جمهور اتولوه بقى. طب ما يمكن انكم معانا، طب ما يمكن هي متفقه معاه لما تخلص تعليمها ومستقبلها. طب ما يمكن شيرين بتدور على ترند وهي عاوزه شيرين ده شيرين اول ما بتفتح بقها بتعمل ترند، شيرين لازم تقفل بقها. طيب قولي رايك، شيرين قالت من ثلاث ايام انها مش هترجع لحسام حبيب، بس انا بثق في رايك. ما هو مش هترجع لحسام حبيب، وهي كانت راجعه له اصلا وكانت ضحك علينا يعني. معلش ما هي هي طلعت اسبوعين وبعد كده رجعت وبعد كده زعلوا من بعض اخر مره وعملت له محضر. احنا حاجه تروح حسام وشريف، هي عملت له محضر عدم تعرض في حياتنا على فكره، عملت له محضر عدم تعرض. طب هو تعرض لها وجوزها؟ انا مش فاهم برضه. هو راح بالليل البيت وبعدين كان معاه سلاح. طب مش هو طب ما هو مش جوزها؟ هو مش جوزها؟ الله، هو جوزها يعني يدخل عليها بالسلاح؟ طب ما هيكون مرخص، وحتى ولو مرخص خضها. استفاد برضو حسام حبيب من نجوميه شيرين، نفس فكره احمد العودي وياسمين عبد العزيز، جمهور حسام حبيب صغنطوط، جمهور شيرين كبير. ف يعني بس على فكره دي كلها حاجات فيك، وكل الحاجات دي هتتنسي، وهيفضل دايما العمل هو اللي بيعبر عن صاحبه، لان العمل دايما اطول عمر من صاحبه. فعشان كده كل الكلام ده يعني مش دايم، بيعمل حاجه لفتره وبعد كده كله ملوش لازمه. عايزه اقول لك على حاجه، يعني الرومانسيه قتلتني على السوشيال ميديا. احنا شفنا الفنان ايمن قوق القوسيني يعني ايمن هو ايمن اللي انت بتقولي عليه ده، هو كان ماشي في مول وفي محل اسمه يعني بوسيني. لا هو المحل اسمه بوسيني، هو كل شويه يقول لي مراتي بوسيني، يعني المحل اهو بوسيني، فهي بتقوم بوسيني. انا عاجبني ان هي متخلقه عليه يعني. لا يعني في الاخر بقى لما قعدت بوسيني يا ست بوسيني. ايوه. فقالت له بقى لا ده انت تاخد بالقلم بقى بجد. بابي بوسيني. ها؟ بوسيني. بابي بوسيني. تمام؟ بابي بوسيني. أيما شو بيك نحن بالموضة بوسيني كل شوي؟ بوسيني بيبي بوسيني. أيما خلاص لا مش معقول، بوسيني بوسيني بيبي شوفي بوسيني، شوفي بوسيني بوسيني خلاص بيبي بوسيني، بيبي بوسيني. أبصدق شوف نمرات الستات يا اخي، لو كان هو ناديها في الشارع ولا حماده حماده لا ده عاجب ولا بوسيني عاجب، مش عارفه نعمل ايه في الستات، مش حاجه بترضيكوا ابدا يعني. هو في الاخر الست بس ثلاث اربع مرات بس، هي استغربت يعني، جايز هو ما يعملش كده في البيت. هي استغربت ده انت في البيت اصلا بتشوفني بتودي الشارع بيها في وسط الناس ست زي القمر. ما هو ما بيعملش كده في البيت فبوسيني في المول، فهو طلع في الاخر بوسيني ده محل اصلا مثلا. انا معرفش انا معرفش هو بيبيع اصلا، بس مش مشكله. ايوه مش ممكن يكون بيبيع فاكهه بقى بتاع، يمكن حاجات رياضه. تمام. انا عمري انت سمعت عن الماركه دي؟ لا. نختم بقى بالبوس، لان طبعا مفيش احلى من ترند البوس. ونستناهم في حلقه جديده الاسبوع الجاي ان شاء الله. يعني هتعملي ايه بقى في الويك اند ده كده؟ ناوي تعملي ايه؟ هعمل ايه؟ بفكر ادخل السينما عشان شكلي وحش قوي، ان انا بقالي كتير جدا ما دخلتش السينما. زي ناس بتروح تقعد على القهوه ما تخشش السينما. لا انا هروح اقعد على القهوه ما اقعدش السينما. ايوه علشان اعوض خسائر السينما، لانها كانت في الاسبوع الاخير ليله الماتش يا استاذ محمد لوحدها خسرت السينما مبالغ كبيره جدا، والسينما اساسا فيها حاله ركود اليومين دول، فعايزين ما خلي بالك برضه. خلي بالك عاوز اقول لك على حاجه، انت دلوقتي الناس كلها عندها في حاجه اسمها اي بي تي في، نص ساعه بيجيلك في البيت. لا بس بصي الكوكون
هم برضه احنا بنعمل احنا عندنا الشهر ورايح احنا عندنا بنجيب الموليزي بودي لا احنا عندنا برضه بنجيب الحله المغطى ونقعد نعمل فشار ونحط الزيت وبتاع ونعمل برضه اللي انت بتقولي بس متعه كده وانت داخل السينما كده والتكييف يتلج بس جيبك روح السينما يا جماعه اسمعوا كلام محمد جيبك هيوجعك بعد ما تروحوا وتفتكروا مش لازم تخرجوا وتروحوا اماكن وتدعموا السينما هتروح واحد لو يعني الاوفر عندك يا سيدي لا انا بروح عرض الخاص انا بحضر عرض الخاص على فكره ما بياخدنيش انا بروح العروض الخاصه فخلاص يعني انا دلوقتي بروح العروض الخاصه اروح اتفرج على فيلم تاني لا لا معاك حق فيلم كيرة والجن في العيد الكبير ان شاء الله اعتقد ده هيبقى فيلم مهيل جدا احمد عز كريم عبد العزيز لا ده احنا هنشوف يعني ضرب نار خلاص الناس الغلابه اللي زينا يا جماعه اللي ما بتروحش العرض الخاص خشوا السينما مع محمد ولا محمد بيقول لهم تعالوا معايا العرض الخاص يخشوا السينما ويستمتعوا بالويك اند دي والاسبوع الجاي وترند جديد مستنيين ترنداتك الرائعه محمد ربنا يخليكي نورتيني ميرسي مبسوطه ان انا كنت معاك نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي